Srivino, Glasgow Rangers الدور الأوروبي الدور 16 من شأنها كانت مباراة كانت قوية جدا من شأن الهدف الأول من ماركو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة لصالح سلوفينيا سربي النادي السربي أمام غلاسكو شأن الشوط الثاني وين رايان كينت الذي عدل النتيجة في الدقيقة 58 يعني كانت مباراة شيقة مباراة شأن فيها أهداف شأن فيها لعب جميل يعني وين نقولوا بلي وين غلاسكو يعني وين فاز يعني في هذا وين نقولوا التعادل في هذا المباراة أمام سلوفينيا السربي يعني وين رغم التعادل لكن غلاسكو يعني وين نعرف كيفاش ميلان في الحارس تاع سلوفينيا النادي السربي اسكندر كريستيانو شأن كيفاش يعني وين ميلان يعني جايلو شنا ماركوس شنا سكور يعني اسكندر شنا اوي شنا ميلان في الهجوم يعني نقولوا باللي كانت فيليبو يعني من جانب سلوفينيا يعني شاهدنا كيفاش وين غلاسكو الين في الحراسه شنا ليون شنا جيمس كونار كليفن شنا كامارا رين يعني وين نقولوا بيريان يعني وين جيمس ساندرز يعني نقولوا كيمارا روفي اللي دخل في الدقيقه 80 يعني كانت المباراه اللي تلعبت على الجزيئات يعني رغم ان وين سلوفينيا وين حاول يعني في الشوط الثاني لكن بدون جدوى امام غلاسكو رانجرز يعني السكولوندي النادي اللي عنده سمعه تاعو عنده الشخصيه تاعو في هذه الادوار يعني المتقدمه يعني وين عنده نفس في هذه الادوار يعني كانت مباراه نقولوا باللي مباراه كانت شيقه مباراه اللي تلعبت يعني من اجل يعني حصد نقاط وفقط هذه هي الجوله 16 سلوفينيا كلاسكو رانجرز الدور الاوروبي.